بابا ايه يا غزل؟ حاسه اللي دايخه. وانا مش عارفه برضو ايه اللي حصل لي يا غزل، انا كاني مش عارفه، تعبت خالص، تعبت قوي يا غزل، دخت. سلام عليك يا ام بكر. عليكم السلام يا ام غزل، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. تشربوا ايه بقى؟ تطلبي ايه؟ زوزو بطيخ، عصير بطيخ وانا عصير برتقال، اللي انتوا عاوزينه. حب ربنا يخليك. ماشي، اتفضلي. ربنا يخليكي، نورتوا المكان. شكرا ليكي. هي بقى يا زوزو مبسوطة النهاردة؟ مبسوطة قوي، عملتلك كل اللي انت عايزاه اهو. ماشي ماشي، يلا دوقي بقى العصير وقولي ايه رأيك. انا عارفة ان حاجة ام مكة كلها حلوة بصراحة وجميلة. لا دوقي العصير وقولي لي رأيكوا ايه. يلا يا زوزو دوقي انت الاول. بسم الله. واو طعمه حلو قوي. حلو قوي. الله، تسلم ايدك يا ماما، ربنا يخليك. بجد حلو قوي قوي والله. انت عارفه ان انا بعمل عصير فريش. حلو قوي قوي والله، تسلم ايدك يا حبيبتي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. الله طعمه حلو قوي. هيا يا زوزو بقى، مبسوطه؟ مبسوطه قوي. غزل اطلب منك طلب. اتفضلي غني لي. ماشي. اول يوم جنبي في مدرستي، بالليل بتجلي ديكوراتي وبتكوي هدومي، وقبل تقومي وجنبي أمي يا نور بيتنا يا ست الكل موت فيكي. أما نعم يا مكة. أنا عايزة فلوس الدرس. حاضر، أنا عارفة إن أنت هتيجي تاخدي فلوس الدرس وأنا محضرها لك. خدي 100 جنيه فلوس الدرس و10 جنيه يا ستي جيبي حاجة حلوة. ماشي يا أما، شكرا. بس تخلصي درس وتيجي هنا على طول. حاضر يا اما. ما تجيش تلعبي مع حد من صحابك. حاضر. ازعل منك يا مكة عشان انت ما بتسمعيش الكلام. ما خلاص يا اما هسمع الكلام، قلت لك حاضر يا اما خلاص. روحي، ربنا يهديك يا بنتي، روحي. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا يا محمود. جبتك في مكان بعيد اهوت عن عيون الناس. ايوه يا محمود، انا عايزاك تخاف عليا زي ما بخاف عليك يا محمود. اصل ممكن جوزي يشوفني ولا حد من اهل جوزي واتطلق وبيتي يتخرب، انت ترضاها عليا يا محمود؟ لا طبعا ما يمكنش. بص، خلينا نحب بعض وما نعملش مشاكل لبعض. والله انا بخاف عليك وحاطك في عينيا. يبقى انت كده بتحبني. بس المهم نعم. شوفي طب، شوف عندها ايه شرب. نورتوا المكان. شوفي بقى البرنسيس تشربي. حابه تشربي ايه؟ عندك عصير ايه؟ عندي فراوله وعندي ليمون بالنعناع وعندي برتقال وعندي قصب كده. طب ممكن واحد فراوله. ماشي حضرتك. انا قصب قطع. ماشي اللي انت عاوزه. ماشي. ماشي، اتفضلي. شكرا، اتفضلي. ماشي، شكرا. نورتونا. الله يخليك. شربي يا حبيبه قلبي، قولي رايك في العصير. خلاص ماشي. طب وانت كل القصب، يلا. تاخدي واحدة الأول. لا بصراحة مش بحبه. ليه؟ بحبه عصير. أعملك عصير. بنت أمنية. نعم يا بابا. بقول لك إيه؟ يلا هات شنطة الشغل يلا. ماشي يا بابا حاضر. طب ثواني أغير هدومي. لا مش وقت غيار، يلا بسرعة، مستعجلين. طب ماشي. عندنا مصلحة. حاضر حاضر. يلا بسرعة. ماشي. يا خالتي يا خالتي. نعم. بنتك مكة فيها عربية شتتها وهي مأجرة عجلة في شارع 15. مأجرة عجل؟ والله العظيم ما أنا سايباها يا مكة. عربية شتتها وهي مأجرة عجلة في شارع كام؟ شارع 15. طب أنا رايحة، معلش أنا هستأذن 10 دقايق بس عشان بنتي عربية خبطتها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا معاكي. لا حول ولا قوة. شفتي بقى يا غزل اللي ما بيسمعش كلام مامته إيه اللي بيحصل له؟ آه. العربية خبطتها أهي، شفتي بقى؟ آه يا محمود، شكلنا وشنا وحش على صاحبة القهوة دي. وشنا وحش إيه؟ نصيب، ده نصيب. نصيب يا سلمى. يا عيني، رب تكون كويسه. ان شاء الله تبقى كويسه. المهم يا عصير عجب حلو قوي. وقعت في العظمه. انا ما بحبهوش. خليكي هنا يا امنيه ثواني. حاضر. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. بس احنا فين يا تيتا؟ ثواني يا امنيه هقول لك. ماشي. لو سمحت عايزاك في موضوع. ثواني. نعم يا حاج. تعال لو سمحتي. نعم نعم يا حاج. عايز اقول لكم على حاجه. اقدر اساعدك بحاجه؟ البنت دي بنت بنتي.
ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك، هي عامية ما بتشوفش. بصوا هي نجحت في الامتحانات. نجحت؟ ايوه جايبه 100%. ما شاء الله ما شاء الله، صلي على النبي. ربنا يخليها لكم يا رب. ربنا يخليكم يا رب. فانا عايزاكم تفرحوها. فرحوها اللي انت عاوزاه والله. اشربوا الشربات. ايوه طبعا نشرب. ايوه طبعا. يلا يلا. طيب لا لا لا، قولنا الاول هي اسمها ايه؟ طيب اسمها أمنية. ألف مبروك يا أمنية. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك يا أمنية. ألف مبروك يا أمنية. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حبيبتي. 100%. الناجح يرفع إيده. اللي غني في عيدنا وعيده. الناجح يرفع إيده. اللي غني في عيدنا وعيده. الناجح يرفع إيده. دايماً على طول. دايماً. ونجحنا يدول. أنتوا بتعملوا كل ده على فرحانين بيك يا أمنية. مبروك. أنا في الكافية يا أمنية. بص النهاردة في فرحة هيتعمل أهو. وأنت لازم تفرحي. شكرا يا تيتا، أنا مبسوطة أوي. ربنا يخليك. هو أنا عندي أغلى منك يا بنت ولا إيه؟ أنا بحبك أوي يا تيتا. ربنا يخليك. فرحانة يا أمنية. في العصير بتاعها على حسابي بقى. لا لا لا، اللي أنت عاوزاه ألف ألف من المبروك. أنا أهم حاجة عندي أفرحها. عينيا أنا عايز أفرحها وأبسطها. ربنا يكرمك يا رب. حاضر يا تيتا حاضر. شفتي بقى وشنا حلو على صاحبة المكان إزاي؟ أيوه أيوه. وشنا وحش أهو. مبروك يا أمنية. فرحة إيه؟ ربنا يبارك فيك. يلا اشربي. خدي شربات. خدي شربات. شبسه. اتفضلي اتفضلي. يعني هتزعل البيت؟ لا 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 هزعل منك والله. لا همشي خلاص. يا لا خلاص. لا يا حاج والله. لا والله يا حاج. صح فين يا حاج؟ والله العظيم يا حاج. خليه يا حاج. دي مراتك؟ اه مراتي مراتي ست الكل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك يا حاج. ربنا يخليك. دي بنتك؟ اه دي بنتك. الف مبروك. غزل. اسمك ايه؟ غزل. مكة انت كويسة يا مكة؟ ايوة يا ماما انا كويسة. ما انا قدامك اهو، ما فيش اي حاجة. فيه ايه؟ ما في ولد بياخد معاكي في الدرس جه قال لي ان انت اجرتي عجل والعربية خبطتك. ولد؟ اه. انا اصلا يا ماما الدرس بتاعي ما فيهوش ولا ولد، الدرس بتاعي كله بنات. وبعدين يعني انت عارفة كده كويس ان الدرس بتاعي كله بنات. طب يا مكة يعني انت ما اجرتيش عجل؟ يا ماما ما اجرتش. وبعدين يعني ما لو انا عايزة اجر عجل ما انا كان حلي هقولك. انا ما كنتش هخاف منك يا ماما، كنت هقولك الصراحة. وبعدين يعني مش انت معوداني على الصراحة؟ ايوه يا مكة، بس الولد اللي جه قال لي ده وجع لي قلبي يا مكة. وبعدين راح اطمن عليكي. وبعدين يعني العشرة جنيه اللي انت عطيتاني لسه معايا في جيبي. ماشي يا مكة يلا بينا حبيبتي. يلا يا ماما. الحمد لله انا طمنت عليكي. تعالي حبيبتي. اشرب يا حبيبتي اشرب. الف مبروك. ألف مليون مبروك. اشرب يا اخويا. ألف مبروك يا أمنية يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا شباب. دايما من الأوائل يا رب. طب أنتي أمنية تشرب طيب؟ لا 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 أنا مش عايزة. لا 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 والله أنت شاربة يا أمنية. اشرب يا حاجة. أنت حاجة. يا ابني أنا اللي عاملاه يا ابني. يا ابني ناجي يا ابني شربتي شفشق بحاله. اه أيوه. أنا يا تيتا بالهنا. اتفضلوا اتفضلوا. الناس الكبيرة اللي بتحب تشرب الحاجات دي. ربنا يخليك. أنت عاوزة برميل مش شفشق يا حاجة. انت بتفكرني بالحاجه الله يرحمها. عيب الهزار. كان دمه تقيل شبهك كده. اشرب يا حبيبي اشرب. بتهزر معايا؟ لا ما انا بهزر معاك. اشربي اشربي مبروك يا حاجه. والله النهارده عندنا عيد. ربنا يخليك. والله عندنا عيد يا حاجه. ربنا يخليك يا رب. ما تعرفيش فرحت قد ايه. ربنا كانها بنتي والله. ربنا يفرحك بيها. مبسوطه يا امنيه؟ مبسوطه قوي يا تيتا. عشان تعرفي بس ان انا بحبك وعايزه افرحك. اديها حضني يا تيتا. تعالي يا حبيبتي. تعالي يا تيتا حضني يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي تعالي. ده انت بنت غاليه. ربنا يخليكي. يخليكي ليه يا تيتا؟ ربنا يديك الصحه حاجه. ربنا يخليكوا يا رب. كده كده مالك يا ابني؟ البنت عامله حلوه قوي قوي. اتفضلي يا حبيبتي اقعدي. اتفضلوا اتفضلوا. مبسوطه يا بنتي يا امنيه؟ مبسوطه قوي يا تيتا. حبيبتي؟ اه حاسه انها ضايقه، او حاسه ما اعرفش الدوخه مسكتني في دماغي كده. بابا ايه يا غزه؟ اه حاسه انها ضايقه. وانا مش عارفه برضو ايه اللي حصل لي يا غزه، انا كاني مش عارفه. تعبت خالص. تعبت قوي يا غزه دخت. يلا يا بنت امنيه يلا. ماشي حاضر يا بابا حاضر. يلا هات هات التغلات هات الشغل تاني. هات ماشي. خد تاني خد تاني. يلا خدي تاني. ايوه. في حاجه تانيه كده؟ لا. استنى استنى. مفيش. هو معاه فلوس اهي، ده زي الفل قوي كده. مش اي حاجه تانيه؟ انا هاكل عصير بس. اشرب لك واحد عصير. هاتي لي واحد يا بنت. ماشي.
يلا بينا يلا بينا. ايه ده يا امو؟ هي الناس نامت كده ليه؟ انا مش عارفه. يا امو غزل يا امو غزل يا امو غزل يا غزل يا غزل يا غزل يا استاذ يا استاذ استاذه يا استاذه يا استاذه يا استاذ. هو في ايه؟ انتوا نمتوا كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا ما اعرفش. انا رجعت كنت بشوف بنتي، قالوا لي العربيه خبطتها، رحت ما لقيتش حد. محمود هو انتوا نايمين كده ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش عارفه، انا حاسه ان انا تايهه خالص. فين تليفوني؟ تليفوني وفين شنطتي؟ تليفوني وشنطتي يا محمود. تليفوني مش شنطتي فين؟ خد تليفوني يا كمان، كنت حاطه هنا. محمود شنطتي فين؟ في ده هو التليفون يا محمود. تليفوني مش شنطتي فين؟ سؤال ده ما تشوفوهم. طب هشوفوهم فين يا محمود؟ ما فيش اي حاجه. ها العصير اللي احنا شربناه ده كان فيه حاجه. العصير ده كان فيه حاجه. ايوه ايوه انا بشرب شم ريحه الدواء، بس ما شكتش في الست دي، قلت عشان حرام عايزه افرح بنتي بنتها. انا مش فاهمه حاجه. العصير ده محطوط فيه حاجه. محمود تليفوني يا محمود، تليفوني وجوزي يا محمود. انا اتاخرت على جوزي. الساعة كام دلوقتي يا جماعة والنبي؟ ماشي انت هيطلع لها انت دلوقتي. طب ماشي. طب محمود انا عايز اروح بسرعة. طب بقول لجوزي ايه؟ روح يا دود سرعة. لا ما حدش هيروح. ثواني. لا 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 اسمعني. انا مش فاهمة حاجة. هقول لجوزي ايه؟ ده هو جوزي اصلا ما يعرفش ان انا نزلت من البيت. ما يعرفش. هعمل ايه؟ قول له اي حاجة، قول له مش تايهم في البيت، اي حاجة رد عليه في اي رد وخلاص. وما حدش اصلا هيمشي من هنا، ما حدش هيروح. لازم كلنا كده نروح على القسم عشان الحاجة دي اتسرقت فين. ايوه. محمود هروح القسم ازاي؟ انا جوزي لو عارف انا رحت القسم هقول له ايه ولا هتكلم معايا؟ اقول له ايه بالظبط؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت قلقانه كده ليه؟ انا عايز افهم. هو انت وهو بقى انتوا النصابين؟ لا مش انت اللي كنت تابع الحاجه اللي دخلت والبنت صح؟ ستي احنا اتسرقنا زيك يا ستي. زيك اهو. في ايه؟ لا ما انت كنت ممكن تكون عنيد كده وانت مستعجله وعايزه تمشي. انت مش هتمشي من هنا على فكره. انا ما كنا نروح القسم. بص انا مش رايحه القسم. انا جوزي لو عارف رحت القسم مش هيسيبني يا باشا، هيتخرج. اه يا محمود كده. لا يا ماما الكلام ده مش علينا. ام مكه احنا عارفينها كويس ان هي ما تعملش كده. يبقى مين اللي قاعد غريب؟ انت وهو. انت مستعجله وعايزه تمشي، يبقى انت اللي سرقتي. بقولك بيتي هيتخرب، بيتي هيتخرب، افهمي بقى. ماليش دعوه. مش جوزك؟ لا لا مش جوزي يا ستي، ده حبيبي من ايام الكليه. مرتبطين ببعض يا جدعان، ايه المشكله دلوقتي؟ سبت التليفونات. بقول لك ايه بقى؟ انا التليفون جايباه ب 30,000 جنيه، وتليفون بنتي ب 30,000 جنيه، وقابضه جمعيه ب 20,000 جنيه، يعني معايا حاجات في الشنطه عامله حوالي 100,000 جنيه. الحاجات دي لو ما اتعدتليش دلوقتي انا مش هسيبها. انا مالي؟ بقول لك انا اتسرقت زي زيك. يبقى نروح على القسم. انا مش رايحه القسم. ستي اتسرقنا زيك، بنقول اهدي بس. لا يا ماما كلنا هنروح على القسم عشان في القسم بقى هيعرفوا مين يا حبيبتي هو اللي سارق. محمود هعمل ايه دلوقتي يا محمود؟ انا موافقه ان انا اروح القسم عشان انا ما عملتش حاجه. يلا يلا معايا. يلا 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 يل